ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حابه في الاول اشكركم ولكن اعرفكم عن نفسي لاول مره تشوفوني. انا ريم، بقدم اكل صحي ودي القناه بتاعتي. اشتركي في القناه عشان توصلك على طول وصفاتي اول باول. احب اشكر كل متابعاتي اللي متابعني من زمان وامبارح خاصه. وصل لي كميه رسائل على انستغرام، كميه وصفات للشركه توني بيها، هعرضها ان شاء الله النهاردة على انستجرام واشكركم بيها. كم هائل! انا اسفة اتأخرت عليكم بس مش ملحق ارد على كمية المسجات اللي بتجيلي او الرسائل. ادخل في الموضوع، خلي الفيديو ده شوفوه للاخر لان في بعض التكات هقول لكم تكات كده ونصايح على البسكوت اللي انتم شايفينه قدامكم ده. لكن باختصار، البسكوت ده انا قدمته لكم نتبه عيد الام، كنت عملت تصويت وانتم اخترتوا ان انا اعمل لكم بسكوت ما بين حاجات كتير. عموما البسكوت ده عباره عن طبقتين من دقيق شوفان، عسل نحل، زبدة فول سوداني، كريمية محشية بين طبقتين من البسكوت متغطسة بالشوكولاتة الغامقة أو شوكولاتة الحليب لو أنتوا عاوزين. متخيلين الريحة؟ الطعم يجنن. خلونا مع بعض في المقادير. هستخدم 3 أنواع من الدقيق لأني بحب ألعب قوي في أنواع الدقيق في البسكوت وأجربها معاكم، الحمد لله بتنجح. هنا 100 جرام من دقيق اللوز أو لوز مفروم. هستخدم 200 جرام من دقيق الشوفان، او لو عندكم شوفان اضربوه في الخلاط او في الكبة يبقى دقيق الشوفان. ميتين جرام من دقيق كامل الحبة او الحنطة السوداء اللي هو الجريشة، اعتقد اسمه باكويت بالانجليزي، او سبليت فلاور، اي او كامل الحبة او الشعير، اي دقيق تحبوه، او دي ابيض بدون جلوتين او بجلوتين زي ما انتوا عاوزين. هنا استخدمت 3 معالق من الزبدة الصفراء، وهستخدم 12 معلقة من العسل النحل ورشة ملح. هي دي المقادير فقط، في حاجات هزودها تاني بس علشان محدش يقول ما قلتش، لكن ده هيبقى في العمايل. استنوا دلوقتي، انا هحط كل المقادير: 100 جرام من دقيق اللوز، 200 جرام من دقيق الشعير او كامل حبة، 200 جرام من دقيق الشوفان، 12 معلقة من عسل النحل، 3 معالق من الزبدة الصفراء ورشة الملح. طبعا انا هضرب الاول الحاجات دي، وبعدين لقيت ان هي محتاجة حليب. حليب ده سائع، لازم يكون سائع عشان ما يسحش منكم العجينة. حطيت تقريبا 7 معالق من الحليب، لكن انا انصحكم ان انتوا تحطوا مثلا 5 معالق وتضربوه وتشوفوا. اهم حاجة ان العجينة تكون طرية معاكم، مش مفرولة تعمل كورة في الكيتشن ماشين زي كده، ما تبقاش مفرولة تبقى طرية. وهبتدي افرد العجينة زي ما انتوا شايفين بالنشابة، وحطيت هنا ورق زبدة تحتي، بس ما كنتش عاوزة احط دقيق وازود الدقيق في العجينة عشان الفرد، عشان ما تلزقش كمان. وبأي حاجة عندكم، كوباية، فنجان قهوة، عموما المقاس ده نفس المقاس او قرب مقاس فنجان القهوة تقريبا، اكبر شوية بس عشان اعرفكم المقاس قد ايه. عملت تقريبا 16 بسكوتة محشية، يعني بسكوتة فيها 2 محشية في وسطها زبدة فول السوداني، بس عشان اعرفكم العدد. وعملت طبعا الدوائر وشلت هنا الزوايد، وهاخدهم وحطهم في صينية. طبعا انا كنت وانا بعملها محضرة الفرن مشغلاه على حرارة 180، ممكن 200 قبلها ب10 دقايق، هدخلهم الفرن دلوقتي لمدة تقريبا 20 دقيقة. ممكن تاخد اكتر، ممكن تاخد اقل على حسب فرنكم. اهم حاجة يبقى اللون ذهبي زي ما انتوا شايفين، يقلب لون ذهبي تحسوا عشان يقرمش منكم. لو عملتوه اقل من يعني ما يطلعش منكم اللون كده ذهبي شوية، ممكن يبقى بسكوت بعد كده طري. في حاجة كمان هقولها لكم، ان انتوا انصحكم تعملوا واحدة وتجربوها، لو طلعت منكم طرية بعد ما بردت خالص تقدروا ترفعوا شوية العجينة. عايز اقول لكم على حاجة، دي اللي انا استخدمته الباكويت او دي الشعير او دي كامل حبة، ممكن يديكوا طعم ناتي او ايرثي شوية، مش عارفة اسمه ايه بالعربي، فيمكن بعض الناس ما تستطعمش الطعم ده. فلو انت ما بتحبيش الطعم ده، مش عارفه اسمه ايه بالعربي او الترجمه بالظبط للوصف، استخدامي دقيق اللوز والشوفان بس. بس حبيت اقول لكم النصيحه دي علشان يقدر يعجبكم. هستخدم هنا كوبايه من زبده فول السوداني البيت، هسيب لكم اللينك فوق هنا، او اي زبده فول سوداني عندكم هحطها في كيس كريمه
ولكل 2 بسكوت عن الحشو هستخدم معلقة شاي واحدة ما بينهم وألزقهم على طول. طبعا الكيس ده بيساعدني ان انا اعملها بطريقة احسن انضف يعني بدل الحواسة وكده، لكن لو ما عندكيش ممكن بالمعلقة عادي، وممكن كمان اولادكم يساعدوكم. هنا انا كوباية من شوكولاتة الغامقة 70% او شوكولاتة الخام الغامقة قدروا يسيحوها بالحمام المائي او الميكرويف 60 ثانية في الميكرويف، سيحتها واشتغل فيها بسرعة علشان ما تجمدش. طبعا اغطس كده تلتها، وبعدين دي احسن طريقة ان احنا نحطها على طول يعني، واللي هي تدب على طول في الشوكولاتة وانتهى الموضوع. بس وهكملهم كلهم واشتغلوا فيهم بسرعة. لو الشوكولاتة جمدت منكم سيحوها تاني علشان ما تعملش شكل مكلكع، تعمل شكل ناعم مالس كده. هحطها في التلاجة 10 دقايق وارجع لكم. اكيد الشكل بيتكلم عن نفسه، الريحة، كل عارفين مكوناتها كلها حركات حلوة لينا، ذكية لينا، صح لجسمنا، جسمنا محتاج المكونات دي، مش حاطين حاجات احنا منعرفش هي منين، من الحاجات اللي مشتريها منعرفش في كلام كتير بيبقى وراها. ما علينا، الريحة تجنن، طبقة الكريمة ما بينها بسكوت مقرمش 2، ساندويتش كريمة، فول سوداني، شوكولاتة من برة، انا بسميه ساندويتش بسكوت يعني. فيجنن. انا بحب نعمل، احنا كامهات بقى وقت ان احنا ندلع نفسنا في وقت يكون رايقين فيه، عايزين نتفرج على حاجة، عايزين نسمع حاجة، التسقية او التغطيس مع كابتشينو او اللاتيه، يا سلام احلى احلى دلع للامهات. انا عايزة اعرف رأيكم، سؤالي ليكم النهاردة، ايه اكتر طريقة بتحبوا تاكلوا بيها البسكوت؟ انا عن نفسي بحب اسقيه، اللي هو كده احطه في حليب، احطه في شاي، احطه في كابتشينو. انا كمان عاوز اعرف رايكم، اكتبوا لي تحت في الكومنت كلكم عشان اعرف رايكم. النصايح والتكات، لو انتم بتحبوا القرمشه بتاعه البسكوت تكون قويه، انصحكم تفردوا العجينه 2 سمك وتعملوا 2 بسكوته بمستوى رفيع ومستوى اتخن شويه، وتسووهم يكون لون ذهبي، يبردوا خالص، وتشوفوا القرمشه اللي تناسبكم بس لما يبردوا خالص عشان تقدروا تكرروا. بعد كده تكملوا العجينه على ذوقكم. بالنسبة للنباتيين، الزبدة تبقى زيت جوز الهند نفس المقادير، العسل النحل هيبقى ميبل سيرب او دبس الطن، وطبعا الحليب اللي استخدمته اللوز هيبقى هو او اي حليب نباتي بتحبوه. ولو انت عاوزة تستخدمي دقيق اللوز يبقى اكتر في الوصفة، تستخدمي 400 جرام من دقيق اللوز و100 جرام من دقيق الشوفان، فده اللي يناسبك. وممكن تعملي مثلا 50% دقيق شوفان، 400 جرام من دقيق اللوز، والباقي 50% مثلا دقيق الشعير او اي دقيق لكن الحبة او حاجة عشان يخليه ماسك نفسه او فلافي، او تحب الطعم الايرثي اللي انا اتكلمت عليه ده. يا رب تكون تعجبكم، عاوزة اقول لكم وتقولوا لي رأيكم ايه، عايزاكم تبعتوا لي ارائكم، وعاوزة اعرف رأي بعد عملت بسكوت ده، يهمني جدا ده ممكن اطور في الوصفة نفسها، فعاوزة اعرف ارائكم، صوروا لي اللي انتوا عملتوه، بعتوه على انستجرام، انستجرام هسيبهولكم في الاخر نفس اسم القناه. ويا رب تكونوا استفدتوا، اعملوا شير طبعا لو كنتوا استفدتوا عشان كل اصحابكم يستفيدوا. شكرا ليكم، والسلام عليكم.